كاين فيها ديجا مشروعها ها هي الداخله، ها هي مناطق اخرى، علاش طاطا مستثنيه من هذه المشاريع؟ هذا سؤال يطرح. علاش طاطا اليوم مستثنيه من المشاريع ديال الطاقات المتجدده؟ عندنا اليوم معادن مهمه في اقليم طاطا، ولكن خاصها خدمه، خاصها سياسه حكوميه، وخصنا نديروا التمييز الايجابي لاقليم طاطا. اذا كان لو سيفونسيون خاصها تكون هي اكبر يعني من الاقاليم الاخرى بحكم انها اقليم نائي. انا كيبان لي هذا الشيء اهم من فقط اننا نرفعوا مثلا شعار ديال اننا نعلن طاطا يعني اقليم منكم. اذا عبد الرحيم نفيس، انت واحد من الفاعلين المدنيين باقليم طاطا، اولا اعطينا يعني شنو هي المشاعر اللي جاتك وانت احد الساكنه طاطا ملي كنشوفوا هذا العدد الكبير ديال الوفيات والضحايا اضافه الى الخسائر الماديه نتيجه هذه الفيضانات اللي ضرب المنطقه؟ اولا بسم الله الرحمن الرحيم، كنشكركم على الاستضافه. اولا كنبغي نجدد الرحمات على يعني شهداء الفيضانات ديال اقليم طاطا من تمنارت الى هذه الفاجعه اللي وقعت يعني والبارح ديال الحافله اللي جرفتها المياه، يعني كارثه طبيعيه نتيجه لهذه التغيرات المناخيه اللي وقعت. طبعا امطار غزيره جدا او اوديه يعني مداش يعني على مدار يعني سنوات طوال. الله يرحم الناس اللي توفوا. المقام اليوم يعني مقام حزن صراحه الله، يعني ما يمكن ليش نعبر لك على المشاعر ديالنا. الوفيات حسب التصريحات ديال السلطات المحليه وصلت اليوم 10 ديال الجثث اللي انتشلوا، وتم انقاذ 13 راكب، والمفقودين اللي باقيين كيقلبوا عليهم اليوم هما 6 ديال المفقودين على ما اظن. اش غادي نقول لك يعني المصاب وجلال، وإنا لله وإنا إليه راجعون. السلطات الإقليمية والمحلية والشباب والمجتمع المدني كلهم كيديروا مجهودات كبيرة جدا. طبعا تدخلات مباشرة من أعلى سلطات في الإقليم ولا في الجهة، السيد العامل يعني بشخصه كينزل الميدان بالليل بالنهار، الوقاية المدنية، الدرك الملكي، الناس كلهم كيشتغلوا صراحة الله. كنشكرهم على هذه المجهودات اللي كيبذلوا، وكنطلبوا من الله سبحانه وتعالى يعني يصبر الناس اللي توفوا لهم الاهالي ديالهم في هذه الفاجعه. كنطلب الله سبحانه وتعالى كذلك الناس اللي يعني اللي تضررت المنازل ديالهم، لانك تعرف ان الشساعه ديال الاقليم كبيره جدا. قناطر طاحت، مسالك طرقيه تقطعات، دواوير عزلت، يعني كاين واحد الحاله يعني كارثيه. ولكن الحمد لله راه السلطات تواصل العمل ليل نهار وجميع الاخوان باش يفكوا العزله ان شاء الله. نعم، طيب إيه؟ شنو اللي جعل انه العدد يكون مرتفع بهذا العدد الكبير اضافه الى المسؤولين؟ هو صراحه كاين عوامل مختلفه، يعني ما يمكنش نحملوا المسؤوليه فقط للمواطن، وما يمكنش نحملوا المسؤوليه للسلطات، لان السلطات دارت اللي عليها. النشرات الانذاريه راه كانت داكشي تداع في التلفازات، تداع في الوسائل زميتو، السلطات راه دارت اللي عليها. الناس حتى هما مساكن، راه كاينه ظروف اللي خلات الناس تمشي، لان اولا الاقليم راه هو اقليم نائي، كنعرفوا بان ما تاريخيا الناس المنازل ديالهم راه كيبنيوها يعني لان الجغرافيه ديال المكان كتحكم عليهم انا ذاك انهم يبنيو جنب الواد. فبالتالي يعني كانت ظروف ما يعني خارجه على الاراده ديال المواطنين وخارجه على الاراده ديال 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 السلطات. طبعا حتى شي واحد ما باغي الكارثه، ولكن كاينه ظروف جات قدر الله وما شاء فعل. المساله ديال الحافله اللي كاينه اليوم في نقاش، داز من يتحمل المسؤوليه؟ واش قالوا شي فرح بس داز؟ واش هذا نقاش يعني كاينه مؤسسه رسميه اللي غادي تبحث في هذه الامور هذه، وهي اللي غادي دير يعني التصريح ديالها الرسمي. حنا كنقولوا ان لله وان اليه راجعون، اللي عطى الله عطاه. كنتمنوا من الله سبحانه وتعالى كما قلت اننا يعني نتجاوزوا هذه المحنه هذه ونضافروا الجهود، لا مجتمع مدني، لا ناس، لا جمعيات، لا احزاب سياسيه، لا سلطات، نتعاونوا كاملين باش ندوزوا هذه المحنه. هذا هو اللي كاين. نعم، طبعا ملي كنتكلموا على تجاوز المحنه، الان هذا الاسبوع الثالث على التوالي اللي كيعرف كتعرفي المنطقه فيضانات وفيضانات مميته، ومن المرتقب على انه تكون ايضا امطار تساقطات رعديه. اشنو درتوا انتم كفاعلين جمعويين من اجل تجنب هذه الخسائر مستقبلا؟ لا، هو دابا اخي الكريم، الطبيعه والكوارث الطبيعيه هذا الشيء وارد في العالم كامل.
من الصعب جدا على الانسان انه يحبس الكوارث الطبيعيه. هذا الشيء اللي كنشوفوه حتى في ميريكان وفي الدول المتقدمه باش نكونوا واضحين. ولكن يعني كمجتمع مدني ولك هذا، الحاجه الوحيده اللي عندنا هي اننا يعني نطلقوا واحد الحمله تحسيسيه في الدواوير وفي كذا. بطبيعه الحال كنشوفوا مجهودات ديال السلطه، كنشوفوا مقدمين، كنشوفوا الناس راه كيديروا الحملات ديالهم، قياد وكذا، الله يجزاهم بخير. كذلك الناس الشباب المجتمع المدني راه كيدير اللي يقدر عليه، ولكن الكارثه جات بمره. الناس ما مولفينش هذه النوعيه ديال الكوارث الطبيعيه، كانت صدمه. الناس راه باقي الناس الحدود اليوم راه كاين الناس اللي باقيين تحت تاثير الصدمه لهذا الهول ديال الفجعه اللي شافوا. فبالتالي الناس شنو كيديروا اليوم؟ راه كاين الناس مساكن اللي كيشتغلوا مع الوقايه المدنيه. كاين شباب اليوم على سبيل المثال في مول البردان داروا حمله مع العشره ديال الصباح، خرجوا مساكن الناس، دراري شباب جزاهم الله خيرا، مع المصالح ديال الوقايه المدنيه، مع الدرك كذا، وتيقلبوا حتى هما. هذا هو اللي يقدروا نديروه، ماشي حاجه اخرى زعما اللي نقول لك انها غادي أن سوف تقي اقليم طنطا من الكوارث. ساكون كاذبا اذا قلت هذا الكلام. كنطلب الله هذا الشيء اللي جاي، هذا الشيء اللي جاي، لان هذا الشيء اللي وقع رغم الخسائر الكبيره اللي تكبدها في الاقليم من خلال البنيات التحتيه ديالو، رغم الخسائر ديال الارواح، كنطلب الله سبحانه وتعالى يتقبلهم عندهم الشهداء، رغم الحزن الذي يخيم، كاين واحد الشعله ديال الامل ديال الشباب باش يعاودوا يعني يحيوا النفوس. لان كتعرف ان المزاج العام اللي كيكون وفيات وكتكون بنيه تحتيه وكيكون يعني واحد الظرف اللي ميم حتى الكيران ما كانوش كيقدروا يدوزوا، لا السلع ديال الماكله ولا ديال الماكينين، بعض الدواوير اللي ما وصلهم حتى الماء. ولكن راه كما قلت لك التضافر ديال الجهود راه كاين من طرف السلطات، وكاين من طرف المجتمع المدني، وكاين من طرف جميع الناس اللي قادرين يشتغلوا. اقصى ما يمكن ان نقوم، او اقصى ما يمكن ان نقول به هو الدعاء، ندعيو لهاد الناس ونزيدوا في المجهودات ديالنا. حنا بطبيعه الحال كمجتمع مدني ولا كذا كنحاولوا ان شاء الله نديروا قوافل ان شاء الله مستقبلا، في المستقبل القريب، بالتنسيق مع السلطه. لان كتعرف دابا بزاف ديال لي زاكسي ما دايزينش الاقليم طاطا، فبالتالي الا غادي تجي يعني قافله ولا كذا خصنا نسلكوا لها الطريق ديالها وننظموا المسائل ديالها تكون تحت الاشراف ديال السلطات باش ما يوقعش شي مشكل. دابا راه السلطات خدامه، المجتمع المدني راه كاين مبادرات مطلوقه، وان شاء الله في المقبل ديال الايام غادي ان شاء الله تكون قافلات ولا هذا بالتنسيق مع السلطه طبعا. واش كاين شي مطالب مستعجله الان للساكنه ديال طاطا بجماعاتها ودواويرها؟ وشوف المطالب المستعجله الان هي مطالب على مستوى الحكومه باش نكونوا واضحين، لان اليوم الدواور اللي يعانون من عزله او لا باقى فيهم الخدمه، ولا الناس اللي كتريب عليهم الديور، ولا اللي مهدده ان الديور تريب عليهم في الشتاء الا جات عاوتاني مره اخرى ولا كذا، لان البنيان بني بالطين، بني قديم، والناس الماكلاج هذه لاج الله 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 يحسن العوان. لك تعرف انت المناطق القرويه كي كتكون راه ما كاين لا تشغيل ما كاين لا كذا، يعيشون على الاعانات اللي كيصيفطوا لهم وليداتهم من 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 الغرب. وهذا النداء اللي يمكن يتوجه من طرف ساكنه ديال طنطا هو النداء للحكومه، نداء السيد رئيس الحكومه شخصيا، نداء السيد وزير التجهيز، السيد وزير الفلاحه، لان الناس مشات لهم الماشيات ديالهم، مشات لهم النخل ديالهم اللي عنده عشرات بل مئات السنين، واحات على قدها ما بقاتش كاينه. وهاد الناس كانوا كيقتاتوا على هاد الواحات، راه كاينه الواحه، كاين اللي عنده 10 نخلات، وكاين اللي عنده 100 نخله، وكاين اللي عنده 50 نخله خلاوالي جدود، وكي داك التمر باش كيعيش على مده العام كامل، كي نهار شهر تسعود ولا امتى كيكون الموسم ديال الجن، التمر كينجني وكيدخل للسوق وكيبيعو وكيبقى يقتات عليه. دابا داكشي مشى ليه، كاين اللي مربي شويه ديال الخلائق، شويه ديال البهايم وكذا، مشاو ليه مع هذا. اليوم كاين وضع كارثي، ولكن المطالب التدخل هي الحكومه على المستوى المركزي. راه لا يعقل الى غايه اليوم مازال ما جا حتى شي مسؤول حكومي يطلع على طاطا، لا يعقل، لا يعقل ان رئيس الحكومه المحترم وحزب حاكم للحكومه كان عنده نشاط في اكادير وما استغلوش الفرصه انهم يطلعوا على اقليم طاطا وهم يتحملون المسؤوليه ديال الناس. راه مسؤوليه ديال الناس راه ليست سهله، مسؤوليه ديال الخلق، مسؤوليه ديال البشر، مسؤوليه ديال الناس اللي عايشين، مسؤوليه ديال المراه وديال الارمله اللي اليوم كتقلب على الماء، مسؤوليه ديال الناس اللي مازال ما وصلش لهم الدواء، ولا مازال ما وصلش لهم الماكله ديالهم، ولا مازال ما وصلش لهم الماء. راه كنشوف اليوم خرجوا بعض التظاهرات ديال الناس اللي كانوا قطعوا عليهم الماء لان الشبكه المائيه داها الواد. هذا الشيء كنقولوا ما نحملوش السلطات اكثر من جهدها باش نكونوا واضحين. السلطات كتقوم بما يتعين به القيام بل اكثر، ولكن كاينين شي حوايج ما يمكنش السلطه ديرهم لان ما عندهاش الامكانيات باش ديرهم. خاص تدخل على اعلى مستوى حكومي باش يجي السيد الوزير ويجي السيد رئيس الحكومه ويجيب الوفد ديالو ويشوف شنو خصو يدار ويدار.
وتعطاو الاعتمادات الماليه وتعطاو تدخلات المساله ديال صندوق الكوارث الطبيعيه خصو يتفعل. راه الا ما تفعلش في هذه الكوارث الطبيعيه امتى غادي تفعل؟ وبالتالي الناس اليوم عندهم مطالب باش يتفعل صندوق الكوارث الطبيعيه. الناس اليوم تطالب بزيارات وفد حكومي، الناس اليوم تطالب بزيارات مسؤولين اللي كاينين في الحكومه على المستوى المركزي اللي عندهم القطاعات الوزاريه اللي عندهم الحقائب اللي عندهم الميزانيات. الناس كيطالبوا بانك تدرجهم ودير لهم مكان ديالهم في القانون الماليه الجاي. راه لا يعقل اليوم غياب وانقطاع حكومه اليوم طاطا في واد والحكومه في واد. هادشي اللي كنشوفه الى غايه اليوم ما كاين حتى شي تصريح لا من طرف يعني السيد رئيس الحكومه ولا من طرف الحكومه ولا من طرف اي وزير، وحنا باقي كنتسناو. نعم طيب، ولكن هاد الطاطا واش ما عندهاش مترافعين عليها على صعيد مجلس النواب، على صعيد يعني عدد من المنظمات والهيئات التمثيلية؟ اشوف باش نكون واضحين في هذه النقطه هذه، انا يعني بالنسبه للنخب اللي كاينه في طاطا ولا المجتمع المدني ولا كذا، حتى لا يكون المقام مقام مزايدات، انا ما غاديش نتكلم على، لان الناس اليوم شوف الناس كلشي كيشوفوا كلشي وعارفين كلشي شنو واقع. اللي غادي نتكلم عليه هو ان حتى اذا كانوا الناس لا جهدي لا جهد الله، حتى اذا كانوا الناس عندهم الوسيله باش يناديو هي الفيسبوك مثلا، يديروا هاشتاج ولا يديروا تدوينات ولا دي فيديو، كنطالبوا من المسؤولين المركزيين واحد شويه ديال الحس الوطنيه، يشوفوا شنو واقع في التيران، يشوفوا شنو واقع، لان المسؤول كيخصو يكون عنده احتكاك مع المواطنين مباشره، المسؤول كيخصو يكون عارف شنو واقع في البلاد ديالو، المسؤول كيخصو يمشي للبلايص ديال الهشاشه وديال الفقر وديال ديال 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 المناطق النائيه اللي كتوقع فيهم الكوارث، وينزل برجليه باش يشوف بعينيه، لان ليس من راى كمن سمع، ورياجي ويدير دي زاكسيون. اليوم راه المجتمع المدني اليوم انت كتشوف اذا طليتي على المواقع ديال التواصل الاجتماعي راه كلشي كيتفاعل، كلشي كيدير تدوينات، ولكن واش الناس اللي كيديروا تدوينات هما الناس اللي يعني الصدى ديالهم غيكون بحال الناس اللي كاينين مثلا في مراكز القرار في مراكز المسؤوليه؟ راه لا يعقل، ما يمكنش. ولكن راه ملي كتشوف ان الناس كيخرجوا الا وكاين واحد الجزء ديال نقول ديال المسؤوليه، ديال المسؤوليه من طرف يعني الناس اللي كاينين في المستوى المركزي اللي ما كيرياجيوش مع ما يقع في اقليم طاطا. هذا هو هذه الحقيقه. نعم، كسؤال اخر سي عبد الرحيم، الان يعني هذا المساء تم اطلاق واحد عريضه من اجل اعلان طاطا اقليما منكوبا، انت كفاعل مدني الى اي حد انه مثل هذه العريضه انها تحاول تحرك يعني مراكز القرار من اجل انقاذ ما يمكن انقاذه؟ لا اخفيك، انا بالنسبه لي انا فاش كانت الفاجعه الاولى ديال الناس ديال تمن الله يرحمهم، راه يمكن كاين شي 10 ايام ولا 12 يوم على ما اظن، ناديت انا ذاك بتفعيل صندوق الكوارث الطبيعيه، لان دابا هذه العارضه اللي غتطلق او هذا النداء اللي كيطلقوه الاخوان مشكورين في مواقع التواصل الاجتماعي ولا هذا الهاشتاج ديال طاطا، يعني بالمناسبه هذا الهاشتاج لو كانت الحكومه تتفاعل مع الهاشتاج لو تفاعلت مع الهاشتاج ديال الاسعار ديال البنزين اللي 3.5 مليون ديال المواطنين المغاربه تلقوه، وباقي كنخلصوا الاسعار ديال البنزين باش كنا كنخلصوهم، ما كان حتى شي تاثير. اليوم اللي مطالبين به الناس هو توحيد الرؤيه وتوحيد الصفوف جميع القوى الحيه ديال اقليم طاطا، وان تترك يعني الحسابات الضيقه السياسيه جانبا، ان تتوحد جميع القوى الحيه ونشوفوا مع الحكومه باش تبدل الرؤيه ديالها لاقليم طاطا، لاننا نريد ان ننتقل من اقليم توزع فيه الثروه الى اقليم ينتج الثروه. راه لا يمكن اليوم انك تجلس مع مسؤولين مركزيين منتخبين ولا كذا وتتكلموا على طاطا وكانها مجرد اقليم يعني مستهلك، ما عنده لا ما كينتج والو في لي تيفيا، ما كينتج والو في حتى شي حاجه، الوغ كو عنده جميع المؤهلات باش يولي اقليم من اكبر الاقاليم المنتجه. انا شخصيا كنوفيس عبد الرحيم هذه هي رؤيتي، اذا كنت غادي نطالب شي حاجه غادي نطالب اليوم بتغيير الدوله وتغيير الحكومه المنظور ديالها والعلاقه ديالها مع اقليم طاطا، ان يتم استغلال اقليم طاطا استغلالا ايجابي، ان يساهم اقليم طاطا في 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 تحقيق السياده الغذائيه. راه لا يمكن ان عندنا اراضي خصبه بالاف مؤلفه من الهكتارات ولا تنتج ولا كيلو واحد ديال الزرع في الوقت اللي كنقلبوا فيه الزرع على يعني في بلايص اخرين في ميريكان وفي روسيا. راه لا يعقل، ما عندناش رؤيه فلاحيه وهذا سياسه حكوميه خصها تكون، ما عندناش رؤيه في القطاع ديال السياحه كيفاش غادي طاطا تنهض بدون استثمار. راه لا يمكن، عندنا مؤهلات سياحيه كبيره جدا، عندنا باتريمون كبير، عندنا جيو بارك فيه نقوش صخريه ديال 5000 سنه، ولكن اين هي الرؤيه السياحيه؟
اليوم اخر زياره دارتها الحكومه مشكورين، زاو لطاطا مرحبا بهم، داروا واحد الزياره الله يجازيهم بخير، ولكن ما اثار استغرابي هو الثلاثه ديال الطيارات نزلوا في المطار، والمطار ديال اقليم طاطا كاين في بلون دو ديفلوبمون ريجيونال انه غيتحل في 2027. الحكومه نقدر نقول لك نزلت لطاطا، تكلمت على السدود اللي غيتحلوا مستقبلا، تكلمت على بزاف ديال المشاريع المستقبليه، الا المطار ديال اقليم طاطا. المطار نزلوا فيه طيارات بدايه القصيده الكفر، انا سميت الزياره هي بدايه القصيده الكفر، غير نزلوا لقينا الحكومه ما عندهمش لا بريزونطاسيون، ما كاين حتى شي حاجه باش تقول لنا الحكومه والسيد رئيس الحكومه هذا المطار ها امتى غيتحل، ها امتى غادي يبداو الاشغال ديالو، ها امتى، ها شحال ديال ليفول، على الاقل تكون عندنا رؤيه باش نستغلوا نقولوا كاين واحد البدايه ديال اقلاع اقتصادي في اقليم طاطا، ونشوفوا شنو خاصنا في الموارد السياحيه، شنو عندنا في الباتريمون، وشنو كيفاش نتمنوه. هذا الشيء ما كاينش، ما عندناش رؤيه كذلك في القطاع ديال الانتاج الطاقي. اليوم انا اسال يعني الحكومه وكنتسائل يعني كشاب طاطاوي عادي، بماذا يساهم اقليم طاطا وهو من اكبر الاقاليم ديال المملكه، وهو من اكبر الاقاليم اللي فيها الشمس على طيله السنه، بماذا يساهم في تحقيق السياده الطاقيه لبلادنا؟ ها هي ورزت حدانا فيها اكبر مشروع ديال الطاقه، ديال الطاقه الشمسيه، ها هي ميدلت الحمد لله كاين فيها ديجا مشروع، ها هو مشروع غادي يتحل، ها هي الداخله، ها هي مناطق اخرى، علاش طاطا مستثنيه من هذه المشاريع؟ هذا سؤال يطرح. علاش طاطا اليوم مستثنيه من المشاريع ديال الطاقات المتجدده؟ اليوم كاين مشروع حكومي ما عقلتش ما كيحضرنيش الرقم، ولكن غادي نقول ربما الو اعتذر مليون هكتار. الو عاود لي غير الو الفكره، عاود لي الفكره ديال هذا المشروع اللي كان في طاطا. اسمح لي دخلت ديال كما قلت انا المساله ديال الطاقات المتجدده. لماذا عندنا مشاريع حدا الاقليم ديال طاطا، عندنا مشاريع مثلا في ورزازات اكبر مشروع ديال الاقليم، ديال اكبر مشروع ديال انتاج الطاقه البديله، عندنا مشروع في ميدلز ديجا كاين وهو مشروع خرجي في الطريق، عندنا مشروع في الداخله ديال انتاج الطاقات. علاش اقليم طاطا عنده هذه الموارد ديال الشمس طيله السنه، عنده مساحات كبيره جدا فين تحطوا لي بلاك سولير ديال انتاج الطاقه يعني الشمسيه وانتاج الطاقه الريحيه، ولحدود اللحظه مازال 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 ما كاينش مشروع كبير. اليوم كنشوف الحكومه انها صدرت بلاغ ديال تعبئه مليون هكتار من اجل انتاج الطاقات، الا كانت الا ما غلطتش في الرقم، مليون هكتار من اجل تعبئته لانتاج الطاقات يعني الطاقات النظيفه اللي كنسميوها الطاقات النظيفه. اللي عرفت انا من 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 المصادر ان يلاه عندنا 4000، يلاه عندنا الحديث حول مشروع ديال 4000 هكتار في اقليم طاطا راه مازال ما بداوه، غير باقي حنا غير في المساطر. فبالتالي يجب استغلال اقليم طاطا، حنا بغينا مشروع كبير من اكبر المشاريع في المملكه، وتجيو الحكومه تنزل بالثقل ديالها تحط لنا مشروع ديال لي بلاك سولير، علاش لا؟ يخدموا الناس، يولي الاقليم يساهم في يعني تحقيق سياده طاقيه كما قال جلاله الملك الله يسره في الافتتاح ديال الدوره التشريعيه. علاش ما نساهموش بالمساحات اللي عندنا ديال 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 الفلاحه، الاراضي الخصبه، في الانتاج ديال الحبوب، في الانتاج ديال اللوازم اللي كنحتاجوها في الغذاء؟ علاش؟ علاش لا؟ علاش ما نستغلوش الباتريمون اللي عندنا في السياحه نوليو كنساهموا في الناتج الداخلي ديال السياحه؟ علاش ما نديروش رؤيه في المعادن؟ ما هو السبب اليوم؟ علاش اليوم علاش في الزياره اللي قام بها الوفد الحكومي ما كانتش السيده وزيره الانتقال الطاقي اللي هي كتشرف على القطاع ديال الطاقه وكتشرف كذلك على القطاع ديال المعادن؟ عندنا اليوم معادن مهمه في اقليم طاطا، ولكن خاصها خدمه، خاصها سياسه حكوميه. راه كاينه امور حتى لا نحمل الامور كلها للسلطات ولا الناس اللي كيحاولوا يروجوا، راه كاينه حكومه هي اللي مشرفه على السياسات العموميه وخاصها تنعكس. اليوم كنناشدهم وكندير واحد النداء كشاب ابن اقليم طاطا، ونادي السيد رئيس الحكومه بتغيير نظره الحكومه، العلاقه ديال الحكومه مع اقليم طاطا. جيبوا لنا مشاريع كبيره، اشتغلوا لنا في الروافد الاقتصاديه ديال اقليم طاطا اللي من شانها انها تقلع عليه هي الفلاحه. راه لحد الان مازال ما عندناش رؤيه فلاحيه، راه لا يعقل اننا نجيو للناس نقول لهم ديروا الفسائل ديال النخل ونتسناو 8 سنين و9 سنين و7 سنين باش تبقى كتنتج، اش غيبقى يدير هذاك الفلاح الصغير في هاد 8 سنين؟ اش غادي يبقى يبيع؟ فهمتي اش كنقول لك؟ هذا هذه 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 رؤيه، خصنا سياسه فلاحيه، خصنا سياسه طاقيه، خصنا سياسه في المعادن، وخصنا سياسه سياحيه. هادو هما المؤهلات، هاد الشيء الا تم استغلاله غادي ينفعوا البلاد ديالنا، وغادي اقليم ديال طاطا يولي كينتج. يجب كذلك اعاده
يعني النظر في القانون ديال التعمير، هاد الناس اللي كاينين في البيوت ديال الطين كيبغيو يبنيو مثلا بيوت جداد، كيصيفطوا لهم وليداتهم فلوس، ولكن كيقولوا لك اودي الا غادي نمشي نخلص انا الرخصه بمليون ولا مليون و200، الله اكبر وسلم، علاش غادي منين غادي نجيب انا هاد الفلوس؟ داكشي باش غادي نبني الضاله مثلا. فبالتالي هذا الشيء خصنا الملائمه ديال القوانين، عندنا فراغ تشريعي كبير في اقليم طنطا، انا اقولها صراحه، عندنا فراغ تشريعي كبير جدا، عندنا هو عندنا اليوم كذلك اعاده النظر في القانون الجبائي في الواجبات الجبائيه، راه لا يعقل اليوم كنقولوا احنا بغينا نستقطبوا استثمارات وكنخليو شركه تجي وتخلص الى الى درتي لك قياس في طنطا تبقى تخلص مثلا كنقول رقم 20% ديال لا تي فيا هي ديال الضريبه ولا 30% هي اللي تخلص الى عندك شركه خزرقتوني في التوين سنتر، نفس داك اللي تخلص طنطا نفس داك اللي تخلص في التوين سنتر ولا في اي حي من الاحياء اللي فيها كل شيء. فبالتالي الا بغينا نديروا اقلاع اقتصادي حقيقي وباش يولي هذا الاقليم منتج وباش نرتقيوا بالاقليم ديالنا حقيقه، خصنا مداخل تشريعيه، خصنا سياسات عموميه، وخصنا نديروا التمييز الايجابي لاقليم طاطا. الا كان لو سيفونسيون خصها تكون هي اكبر يعني من الاقاليم الاخرى بحكم انها اقليم نائي. الا كان يعني سميتو الجبائي خاص الشركات اللي غيدخلوا طاطا نعطيهم تمييز نقول لهم جيو عندنا طاطا خدموا عندنا هنايا، حلوا شركاتكم هنا وخلصوا غير 5%، خلصوا غير 7%، خلصوا غير 8%. علاش؟ حيت حنا كدوله بلي غادي نستغلوا هذه الرقعه الجغرافيه والساكنه ديال طاطا، وهاد الناس غادي يبقاو يستقطبوا الشركات يجيو يخدموا عندنا، غادي يبقاو يحلوا المقرات ديالهم هنا، غادي يولي راه دابا اليوم كاينين شركات اليوم اللي نقدر نقول لك كيشتغلوا في طاطا ولكن المقرات ديالهم كاينين في التوين سنتر وكاينين في الرباط وكاينين في احياء راقيه، وكتضيع لنا حنا الفرص. فبالتالي هاد كاينه امور وكاينه واحد يعني شنقول لك كاينه واحد يعني منظومه خاصها كلنا نخرطوا فيها، وخاص الحكومه تاخذ بعين الاعتبار الخصوصيه ديال اقليم طاطا وتلائم القوانين التشريعيه بما يتناسب مع هذا الاقليم باش نستطيعوا نحققوا الاقلاع. انا كيبان لي هذا الشيء اهم من فقط اننا نرفعوا مثلا شعار ديال اننا نعلن طاطا يعني اقليم منكوب. ايه يا سيدي نقولوا مثلا اقليم منكوب، حنا كنهضروا على اكثر، حنا كنقولوا يجب ان نحول اقليم طاطا الى اقليم منتج، هذا هو الشعار ديالي انا اللي كنامن به. نجيو ننزلوا تنزل الحكومه نناقشوا تجمع القوى الحيه ديال اقليم طاطا، تعطي مقترحات، تعطي بدائل، يكون نقاش من طرف الاحزاب كامله معارضه واغلبيه، اللي يقدر يدير شي حاجه يديرها، اللي يقدر يدير شي حاجه يديرها. اليوم نحن لسنا في مقام مزايدات ولسنا في مقام يعني ديال تصفيه الحساب، بالعكس حنا الا كان شي نائب يقدر يدير شي حاجه مزيان حنا نعاونوه نكونوا من وراه، كان شي واحد في المجتمع يقدر يدير شي حاجه مزيان نديروها من وراه، السيد رئيس الحكومه بغى ينزل ويخدم معانا نخدموا معاه، هذا الشيء اللي كنعرفوا باش نبنيو اقليم. راه كاينه دول اخي الكريم، راه كنت شوف اليابان، راه القنبله ديال هيروشيما نزلت على مدينه صفاتها، اليوم هما من اقوى الدول الاقتصاديه في العالم. هل يعجز اقليم طاطا غير حيت بعض يعني المسالك ديالو واحد الهلع ويديان داز صافي غادي نهزو يدينا نقولوا ما كاين ما يدار خصنا صافي نجلسوا نديروا؟ لا بالعكس، خاصنا نشتغلوا ولكن كاملين، كنقول سياسيين، كنقول مجتمع مدني، كنقول سلطات، كنقول حكومه، كنقول اغلبيه ومعارضه، هذا هو اللي كاين. طيب سعد الرحيم شكرا جزيلا لك، وتكلمتي بهذا الغيره هذه كنتمنى انها تكون عندها صدى لدى المسؤولين وعلى الصعيد المركزي. شكرا جزيلا سعد الرحيم، والى اللقاء ان شاء الله فرصه اخرى.